السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في قناتي مباسون كولينير متعتي في الطبخ. وصفتنا للنهار اليوم هي وصفة طلبوها لي بزاف مشتركات، ألا وهي المشوشة في مشوش. هاد الوصفة تعلمت على اختي الصغيرة كريمة اللي هي بدورها رفدتها على يما. إذا تفضلوا معايا باش نشوفوا معا تفاصيل وأسرار هذه الوصفة. الكاسرول تاعي قطرها 20 سنتيمتر، تقدر تحتوي من 6 الى 7 حتى 8 حبات بيض، يعني على حسب حجم البيض تاعنا. اذا اول حاجه نديرها نحط الكاسرول تاعي على نار هادئه ونزيد لها مغرفه تاع الزيت او اكثر على حسب المقله تاعك تلصق او لا. كاين اللي يحضر مشوشه بالفرينه وحدها، وكاين اللي يحضرها بالسميد وحده، وكاين اللي يديروا خليط بين الاثنين. كيما احنا في دارنا نديروا نص سميد رقيق ونص فارينة. هالو هنا ندير 4 مغارف تاع السميد والفارينة، ماشي معمرين بزاف. نحي لا بارتي بومبي، نظن راه يبان مليح في الصورة. نزيد قرصة تاع الملح، ما نكتروش لان الخميرة الكيميائية راهي مالحة. نكمل نضيف الخميرة الكيميائية. هنا الكيس فيه 11 غرام، نفرغوا باش نشوفوا معا المقدار اللي رايحه نديرو. اذا نحط مغرفه ماشي معمره بزاف، نحي لا بارتي بومبي ونزيد عليها راس تاع المغرفه برك. وشوفوا شحال قعد لي من هذاك الكيس تاع 11 غرام. هنا هاد الزياده كامل ما عنده حتى فايده، راح تنفخ المشوشه تاعنا اكيد، ولكن بصريح العباره كي ناكل المشوشه تاعنا اللسان تاعنا راح يولي يحرش، ونحسوا لو غو تاع الخميره الكيميائيه اللي راح يطغى على المشوشه تاعنا. وهنايا نزيد 3 مغارف تاع الزيت، يعني قسميت شمخ سميد برك، ونخلطوا كل شيء مليح ونبداو نزيدوا في البيض. في الاول نحط زوج حبات تاع البيض على ضربه، ونخلطهم مليح مليح حتى ينسجم مكونا، يعني تولي كتلة واحدة. نزيد زوج حبات بيض واحد اخرين ونخلطهم مليح. ونزيد واحدة ونخلطها بيان سيغ. اما البيضتين المتبقيتين نزيدهم للخليط، ولكن من غير ما نحركهم بزاف. وعلاش هكذا؟ كي يطيب المشوشه تاعنا رايحين نشوفوا الالوان تاع البيض، وتاني كي تعود المشوشه تاعنا تطيب هذاك البيض اللي ما خلطناهش مليح راح يعطي لها الفوليوم، يعني الحجم، وتجي منفخه. ما ننسوش بان المقله تاعنا او لاكاسرول راني حطيتها تسخن ولكن على نار هادئه. اذا نجرب قطره برك باش نشوفوا اذا نقدروا نفرغوا الخليط تاعنا كامل. اذا كي نصب الخليط تاعنا لازم نسمعوا هذا الحس في لاكاسرول تاعنا، وكيما رانا نشوفوا المشوشه تاعنا بدات تتفاعل مع السخانه في الجوانب. ومن بعد مباشرة لازم نغطيها ونخليها على نار هادئة. أنا حطيتها في الرقم 1 تاع الكويزينيغ ديالي. أنا هنا كشفت على المشوشة تاعنا الغطاء غير باش نوريكم القوام تاعها. مدة تاع الطياب تاعها يتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة على حساب حبات البيض. وكي نشوفوها نشفت من الفوق نقلبوها. إذا نمسح الصحن اللي نقلبوا به المشوشة تاعنا بالزيت. واختي كريمه دير غير الماء في الطبسي ديالها كي تجي تقلبها، ويعني تصدق لها ثانيه. كي نقلبها وقبل ما نرجعها في المقله نحط شويه تاع الزيت باش تتحمر مليح وما تلصقش. وهنا ندير النار في المتوسط ونبقى نحرك فيها باش تتحمر بصفه متساويه.
بعد ما طابت المشوشة تاعنا وخدت اللون الذهبي اللي كنا نحوسوا عليه نحطوها في صحن التقديم. نقول لكم حاجة البنات، الفرصة الوحيدة اللي لازم تغتنموها باش تعلموا المشوشة هي كي تكون عندكم نفسة في الدار، يعني الضيف اللي يجي يجيب معاه بلاطو تاع البيض والكرات تاع البيض يعودوا مستفين في الدار ما نلقاو مام باش نديروا بهم. دونك حنا في عادتنا ديما المشوشة نديروها في القهوة تاع الصباح والقهوة تاع العصر، وهذه هي الفرصة الوحيدة اللي نقدروا نغتنموها باش نتعلموا المشوشة. هذه هي عندي المرحلة الحاسمة في المشوشة، يعني كي نقطعها ونشوفها من الداخل كيفاش جات. شوفوا البنات، جات هايلة هشيشة وشابة، نظن ماهيش تبان مليح. درك نقرب لكم الصورة، وإذا حبيتوا تجيكم عالية أكثر من هكذا صغروا القطر تاع المقلة تاعكم وما تزيدوش الخميرة. الان نذوق منها ونرد لكم بالخبر، صدقوني ما عندهاش كامل لقوت على الخميره في اللسان. تمشوشت تحبوده ملالين تكنفس قرصه العظام سفنجه تاع البيض، كل هذه المسميات مختلفه ولكن نتيجه واحده. فيديو تاع المشوشه وصلت الى نهايتها، نتمنى تكون قد نالت اعجابكم. نشكركم من كل قلبي على تشجيعاتكم لي، ونرحب بكل المشتركات الجدد للتحقوا بنا في قناتنا، ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. ما لا هكذا البنات، نبقيكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.